يا عم ايه المشانات الخايبه دي؟ ايزي مشانات خايبه قوي. اوكي ايه ده؟ فين الاوبرسو بتاعي؟ فين الاوبرسو بتاعي؟ طيب هو ليه بيحصل؟ تمام ممكن تجيبي الطياره وتيجي لي. طيب ايه الطياره مش موجوده؟ اه لا استنى موجوده جالك. منزلني بجزيره يا عم. جالك يا عم عشان سيف برايفت اسماعيل. جالك تا 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 را 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 ميشن الطريق الى اسماعيل. اسماعيل لا يزال في جيبي. ايه تبعي لو متنا يا تبعي انا وانت هنبقى في الجزيره. اتس اوكي okay. وشو حلو حبيبي شو حلو. تبعي تخافش يا عم. اوكي انت قاصد يعني افتكرتك فصلت. حلاوتك يا ابو عمو في الامكانيات الجميله جدا في ال ده اللي بص بتاعك. يس تمام قوي تمام قوي تمام قوي. ايه ده فيه؟ بقول لك ان انت دلوقتي متعود على الحياه في البحر. حياة البحر احلى حياة. دندرن انت جاي عصفور اني وراه. انا فاكر الاغنيه دي بتاعت محمد ثروت. لا 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 حاجه زي كده يعني. بعد اذنك صوت مره صوت. بس انت ما انت صوت انت جبتني من على الجزيره. ما انت صوت وانا راجع. سو انت وانت راجع. انا صوت و... انا صوت وانت رايح. انا صوت انت وانت جاي راجع. ولا سو انا وانا راجع. انت بتقول ايه دلوقتي؟ اصل انت كل مره بتروح مفجر البتاع. هو انت راجع بقى. تابعي الو بس تروح خد سوق اهو. هننزل في وسط طب وخد سوق. لا يا عم كنت بشرب ميه. خد سوق خد سوق اهو يا عم كمل. اوكي تابعي ايه ده؟ في ناس كده على طول كده. ايش حياتك؟ ساتر يا رب يا ساتر يا رب. طب انت هتلاند وسطيهم كده. طب اصبر طيب اصبر طيب. انا هقول لك اهو. ذكاء ذكاء يا ساتر يا رب. الازاز اتكسر. ايه السلاح ده؟ ايوه بقول لك ايه، انا نزلهم بالطياره يا اسطى. الو ده مين اللي بيضرب؟ طب انت بتزرع حاجه يا ابو عمرو. انا بتضرب. اوكي انا نزلت حته ما فيهاش كفر. تابعي اوعى تموت يا تابعي. يلا ابو عمو اركب. خد انت البتاع وانا هاخد الهليكوبتر. حركي بقى. ادي يا ابو تابعي. ايه الطياره دي؟ الطياره دي مالها مريحه كاريه. لا لا ولد انا بعمل ايه؟ دوس اي تقريبا عشان فيها نوعين. ايوه تكمل كده وخلي بالك عشان البتاع دي ممكن تريحها. تقريبا الطياره بتاعت اطفاء حرائق. تمام يا ابو عمو. ما ترى ورانا. تن 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 تن. انا ما فيش ميه. ما انت تقريبا بتعمل ريفيل من حته. تابع عامل ريفيل منين؟ هو الراجل كان قال ان انت ممكن تعمل ريفيل بس مش عارف منين. ممكن اعمل لاند في الميه اصبر كده. لا مش فور ساينس. اوكي ادام فور ساينس يبقى خلاص. انا ممكن اعمل لاند في الميه. اه ايه الميه؟ انت بتقول ميه طفيها يا ريس. طفيها حلو. طب اوكي الميشن دي جديده دي. انا مش عارف بطفي حاجه ولا لا اصلا. تقريبا في اربعه لسه. تابعي ها يا تابعي عامل ايه؟ هو انت ايه اللي حصل؟ انت خبطت في عمود؟ بس ايه؟ طيب مش طيب. انا كنت بهافر غيرت المود لقيت ان الطياره بتعمل كده. ما هي ان انت تحول ما بين الهوفر والتاني اللي انت تمشي قدام. لو ما ظبطتش الموضوع ده هتروح نازل في الارض. سلام. لا اله الا الله. ماي تايم هاز كم. نوب نوب. هو ليه هم اللي بيضرب عليا؟ ده لحظة بس استنى، كان فاضل دقيقتين. فجرت عربية يا عم يخرب بيت القلش. اوكي كنت بضرب واحد من الموجودين في الارض فضربت العربية اللي كانت موجودة جنبي. هو في لسه هليكوبتر ورايا. باظت تقريبا. ماتت خلاص. ايه ده؟ مش ده الاستريم اللي في فور زون؟
شبيبه اللي انت باصص صح؟ بص عليه. اه ايه ده؟ ايه ده؟ اوكي تحت. يا رايد يا رايد انت هتركن في الارض؟ يس بين ركني. ماشي يا عم انت خلاص ركنت، انا مش مهم عارف انت لو مش مهم ايه. ولع يا اسماعيل مش مهم تركن. يا شور اي كيلد هيم. هو ايه ده؟ هي مش هتهبل اصلا. ما احنا الميشن اللي فاتت دي كانت تنرفز قوي. ايه طفي ميه مش فاهم. ما نروح بمطافي وخلاص بقى. احنا جينا عربيه مطافي ورجعنا. لو كنا عملنا كده كان الموضوع مشي. ما اظنش. اوكي الرزلين يا عم اسمع جوتو ظروف. طيب زيز ار ذا اير كون يونت يو نيد تو هيت. والله والله نايس لاندنج. تابعي ده على السطوح يا تابعي. انا نازل يا ابو عمو. لا اله الا الى لا نهايه وعدا. احنا بندمر تكييفات يا عم. يعني ايه السواد اللي هم فيه ده؟ تكييفات هو في ايه تابعي؟ مايل تمام قوي كده. تمام قوي كده. ديما طياره يا تابعي. مات طيارة تانية. لا اله الا الله. كنت حاسس والله العظيم ان انا هموت في 5 تارجت يمين. تابعي ايه ده؟ انا نزلني في حتة غريبة. تابعي تابعي. لا ولد اثبت عشان ما عندناش لاين. اي 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 انا بس خط طلقه الكليزا ممكن يعني. كيف فضلك فين بقى؟ روح عند الروف الثاني. وانت شايفها شايفها انت شايفها اهي هناك اهي دي الثانيه. شوفها هناك اهي. بس انت كده ممكن تموت ونبدا من الشيك بوينت الثانيه. استنى استنى هجيب التراك اصلا. في تراك اصلا هنجيبها. بص 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 كده. ايوه باي. اجري يا ابو عمو. لا اله الا الله. شفت بقى اللي سبتيب بقى عامل ازاي؟ حاجة قالش السنين. بس انا كنت باصص في حته ثانيه خالص. طب توصل يا ابو عمو. فيزيكس. كده جامد يا اسماعيل. انا مديني 39000. طب مديك انت كام؟ نفس الرقم. ايه ده؟ طب ما نعمل اسبكتيف بعد كده يا عم. ايه القلش ده؟ هوبا بقى الميشن 5 نزلنا في حته بتمطر. انا خايف الموضوع بدا يقلب رعب ولا ايه؟ ده ايه القلش ده؟ ايه الرعب ده؟ ايوه الزومبيز فين بقى؟ ماي داي ايه ده؟ ايه بس؟ لا 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 يا ساتر يا رب. وراك تابعي. لا اله الا الله. تابعي انا ما بقولش تحت يا تابعي. تقريبا فوق فوق. في سفينة يا تابعي. وقعت ترى وقعت بيبوظوا لي اليخت يا تابعي. ايزي. لا اله الا الله. في حد بيضرب. استنى يا رب استنى بس افهمك. لا اله الا الله. لا اله الا الله. في ترى باظت. واقف في حتة عنب يا ابو تابعي. مور انكامينج. مور انكامينج. هو تبعي ده بيزيد. تبعي تبعي ده بيزيد. تبعي اجري يا ابو عمو. لا 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 اوكي كده بعيد. انا خدت كفر خدت كفر. في ارمر اهو. ايه ده حاطط لي ارمر وصبلاي على البتاع. الحمد لله. ده ايه القلش ده يا عم انت؟ ايه ده 48 كل ايزي.
مايل يعني بجد والله حاول تطلع مستوى اي نو اي نو واخد نفس الفلوس. مش اللي فاتت دي كانت ايزي على فكره، كانت مرعبه بس زي ما انت قلت. ان فين بقى الزومبي؟ انا افتكرت فعلا ان هيبقى في زومبي. ايه ده، انا ممكن اشرب تمر هندي وانت بتسوق كده. لا والله ليه حلاوتك يا ابو عمو. اوكي اديها يا اسطى، وديني على ال ايوه يا عم. قول اي ناقصه صوبين يا اسطى على الكورنيش. ناكل دورة ونشرب مانجا. مش ان احنا ننزل تحت الميه تقريبا. تابع احنا ناخد قول معايا الغواصه، هننزل تحت الميه. انا ما بحبش انزل تحت الميه يا عم. طب تابع روح انت وانا هجي استناك. ايه مفيش حاجه اسمها كده، تعالى كيتس. لا اله الا الله، مش شايف حاجه. شايف حاجه ولا اي حاجه؟ دلوقتي بدأت أشوف تقريبا. يا إله الله. يا ساتر يا رب. معيل دي ماين، خد بالك. انا شايف يا عم. أبعد. أنا فكرة أبعد. قول يا رب. هو احنا المفروض نطلع دلوقتي. أوضع. إيه؟ وأنا انفجرت ليه؟ لزقت جنب ماين. لا انا نزلت له قوي. تيك ذا بوس. فين البوس؟ البورس فين؟ انزل ولا اعمل ايه ولا اطلع ولا ايه بالظبط؟ لا تعال على اليخت، تعال على اليخت، كانك هتطلع اليخت عادي. هما كده تقريبا ما يعرفوش ان احنا هنا، فانا هطلع من البتاعه بتاعتي واطلع. انا انفجرت. يا لهوي، ما انا مش فاهم ده ننزل تحت ولا نطلع فوق. اوت اوف لايفز. اوكي طب ايه انت بتعمل؟ انا هعمل لك اكسبكتيت. اعمل لي جو، ما انا كده كده هاخد نفس الفلوس. احنا فينا من الجو ده؟ طب هو البوس ايه؟ طيب اكيد مش تنين يعني. ايه انا ممكن احطك على الاخبار. اوه جود نيوز، معنا الاخ تبعي دلوقتي موجود على السفينه. في اخ تبعي اوصف لنا ما يوجد حوله. استنى بس. يا ريت تشرح لنا بالظبط ايه اللي بيحصل عندك اخ تبعي، لان احنا دلوقتي احنا من كاميرا الاستوديو تمام موجودون هنا ونحاول ان احنا نتحدث معك ونفهم ما الوضع بالظبط. البوس بيخلع، انا خسرت الطياره. طيب ولا ايه حلاوتك؟ اخ ده ماسك سكينه، هتقتله ازاي؟ تقول له ايه يا وحش يا وحش ولا ايه؟ تن 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 تن. اعزائي المشاهدين، والان نتابع الهوت بورسود او المطارده الجميله جدا من الاخ تابعي محاور القناه ومذيع القناه، مذيع القناه الجميل جدا، في محاوله منه للقضاء على الزعيم. ما اعرفش ليه هو المفروض هو كان رايح عشان يلين الاخبار، ما اعرفش فجاه هو بيطارد الزعيم. احنا مش فاهمين لحد دلوقتي، هو اكيد هيفهمنا بعد ما يحاول ان هو يقتله. خد يالا. ايه ده؟ ايه زي ايه ده؟ اعزائي المشاهدين، ايه القلش ده؟ ايزي ايه ده؟ يا جدعان ايه ده يا جدعان؟ الله. وبقى اما نشوف الفلوس، 31,790. انت خدت كام؟ نفس الرقم. تابع انت لازم تطلع لمستوايا يعني الموضوع كده. بص تو ديس 17 كيل 0 كيل ونفس الفلوس. اللعبه دي بتقلش على فكره. عامة يعني يا رب يكون عجبكم الفيديو، حابين تشوفوا فيديوهات تانية من جي تي 8 اكنتم لايك وسبسكرايب وشوف كل الفيديو الجاي. سلام. انا هروح السفينه يعني، معنى كده لازم اروح السفينه. ايه اللي ما اصلا عندي سفينه انا كمان، لو فاكر انت الوحيد اللي غني فانا غني برضه يعني. لا ما تقوليش بقى، هتقول لي سفينه هقول لك انا عندي يخت، هتقول لي يخت عليك وهنبدا بقى القفشات وفاهم. مش طالبه معايا اه بدري دي شويه. انا اسف، انا كنت مستني اوصل بدري قوي. بدري.